الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي زوج شباب، هنكمل مع بعض تمارين من نماذج الامتحانات التدريبية، كتاب بنك الأسئلة، ثانيا مسائل على معادلة الكرة. كنا أخدنا أولا في فيديو، هناخد النهاردة ثانيا نكمل مع بعض مسائل أكمل في الهندسة الفراغية. السؤال الأول بيقول لي اختر رقم واحد معادلة الكرة التي مركزها 2 سالب 3 و5 وطول نص قطرها 2 جذر 5 وحدة طول بيساوي نقط. احنا عشان نجيب معادلة الكرة بنقول له س ناقص س واحد هي 2 تربيع زائد ص ناقص ص واحد اللي هي النقطة يعني ولاد كانت أحداثيها 2 وسالب 3 و5. احنا بنكتب على الصورة القياسية، يبقى س ناقص 2 تربيع وهنا زائد ص ناقص ناقص 3 زائد 3 تربيع أي ناقص 5 تربيع. طبعا نق تربيع ألف التمرين نص القطر كان ب2 جذر 5، يبقى الإجابة بتاعت رقم ج دي موجودة على الصورة القياسية. السؤال رقم 2 بيقول لي معادلة الكرة التي مركزها 2، جبنا المعادلة بتاعت الدايرة، معادلة الكرة على الصورة القياسية س زائد 2 كل تربيع زائد ص ناقص 1 تربيع زائد، احنا كتبناها على الصورة القياسية زي اللي فاتت، ولكن في الاختيارات لو ركزنا فيها شباب مش موجود الكلام ده، يعني في الاختيار رقم ب الإشارة هنا متغيرة، الاختيار رقم أ مش هتنفع. تمام، لان نص القطر المفروض يطلع 625، يبقى ا و ب مش هينفعوا، ولكن رقم ج لو ركزنا فيها نقدر نطلع المركز. تعالوا كده نكتب المعادله اللي هي رقم ج ونحلها مع بعض، نجيب المركز من عندنا وبعد كده نجيب نص القطر بالقانون بتاعها. طيب احنا بنجيب المركز ازاي؟ المركز بنجيبه بنقول سالب نص معامل س معامل الس وسالب نص معامل الصاد وسالب نص معامل العين. فالمركز نقدر نطلعه من هنا، ركز معايا، هنا سالب نص معامل س تبقى سالب 2، وهنا سالب نص معامل الص تبقى بواحد، سالب نص معامل ع تبقى سالب 4. ده المركز بتاعك مظبوط. طب تعالى نطلع نص القطر من القانون. هنجيب الجذر التربيعي للعدد الأولاني اللي هو سالب نص معامل س ده يتربع تبقى 4، وهنا هنربع سالب نص معامل الص تبقى واحد، وهنا هنربع سالب نص معامل ع تبقى 16 ناقص الحد المطلق اللي موجود في المعادلة، المعادلة بتاعتنا شايفين اللي هي كانت الحد المطلق هنا بكام؟ بسالب 625 تبقى زائد 625. تمام، هنا مش هيطلع نفس الايه الإجابة، لو حسبناها نص القطر مش هيطلع معانا زي ما هو قال لي هو 25، لأن دول أصلا أكتر من 625، فهمتوا؟ فالإجابة رقم ج مش هتنفع. طب الإجابة رقم د، تعالى نجيب المركز، سالب نص معامل السين تبقى سالب 2، سالب نص معامل الصاد تبقى بواحد، سالب نص معامل عين تبقى سالب 4. المركز صح. تعالوا بقى نشوف هل نص القطر هنقدر نطلعه ولا لا. يبقى نص القطر بيساوي سالب نص القطر هربع سالب نص معامل س تربيع تبقى ب4، وهنا 1 تربيعها ب1، وهنا سالب 4 تربيعها ب16، وهنا الحد المطلق اللي عندك باخده بعكس الإشارة، يعني سالب الحد المطلق، الحد المطلق كان هنا بسالب 604 اهو، هناخده بإشارة مخالفة يبقى زائد 604، يبقى نق بيساوي، احنا عايزين نطلع نص القطر بتاعنا ب25، يبقى 4 × 1 = 5، 5 هنجمع عليها 16 ونجمع عليها 604، دول 604 زائد 16 620 وهنا 625 كده تمام، يبقى نص القطر طلع فعلا 25 وحدة طول. تمام، طالما نص القطر طلع مظبوط والمركز مظبوط يبقى الإجابة بتاعتنا الصح رقم د، هنختار رقم د. يبقى احنا يا شباب لما نيجي نكون المعادلة بتاعتنا نكتبها على الصورة القياسية، نقول س ناقص نص معامل الس كل تربيع زائد ص ناقص نص معامل الص تربيع زائد العين ناقص نص معامل العين تربيع بيساوي نق تربيع، دي اسمها الصورة القياسية. وعشان نجيب نص القطر المسألة يعني بقول الجذر التربيعي لمربع سالب نص معامل س زائد نص معامل الص بالسالب وبربعه، وبعدين سالب نص معامل العين بربعه، وبعدين ناقص الحد المطلق اللي هو اسمه د الحد الاخير في المساله، وهي موجوده على الصوره العامه يعني، وانت عايز تطلع منها المركز ونص القطر. تمام، يبقى الاجابه بتاعتنا رقم د للسؤال رقم 2. رقم 2 اخترنا د، ورقم 1 احنا اخترنا الاجابه بتاعتنا رقم ج. ماشي، تعالوا بقى ننتقل للسؤال اللي بعده رقم 3. بيقول لي معادله الكره التي مركزها نقطه الاصل وطول نص قطرها 3 وحدات هي. طب احنا هنكتبها على الصورة القياسية، رقم 3 المعادلة قدامي اهيت شايفين، هنا عايزين نكتبها يعني يا ولاد، هتبقى هنا س ناقص 0 تربيع، طبعا طالما المركز يبقى مركزها 0 و0 و0
اللي هي بيمر بنقطة ومركزها نقطة الأصل الكرة، أرض الكرة التي مركزها نقطة الأصل الكرة، المركز بتاعها نقطة الأصل، يبقى س ناقص هتقول الصفر تربيع زائد وهكذا، ص ناقص صفر تربيع زائد عين ناقص صفر تربيع بتساوي نق تربيع اللي هي 9، فتبقى المعادلة س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع بتساوي 9، دي المعادلة بتاعتنا. تعالوا نشوف الاختيار فين، هتلاقيه رقم ب، يبقى س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع تبقى رقم ب الاختيار بتاعنا ده هنختاره. صفحة 118 من كتاب بنك الأسئلة، السؤال رقم 3 تبقى رقم ايه؟ ب. نعلم على رقم ب. تعالوا نشوف السؤال رقم 4، بيقول لي معدل الكرة التي مركزها نقطة الأصل وتقطع جزءا طوله 5 وحدات من الجزء الموجب للمحور، للمحور ايه؟ س، هي نقطة. عايزين نجيب معادلة الكرة اللي المركز بتاعها نقطة الأصل وتقطع جزءا طوله 5 وحدات من محور س. رسمنا الكرة يا شباب اهي، بتقطع الكرة بتاعتنا موجودة مثلا بالمنظر ده، كان المركز بتاعها نقطة الأصل، الكرة كانت مركزها نقطة الأصل، وقال لي إن هي بتقطع محور السينات في جزء طوله 5 وحدات. طالما تقطع محور السينات في جزء طوله 5 وحدات يبقى النقطة اللي بتقطعها احتسيها 5 و0 و0، وانت عندك نص القطر هيبقى المسافة، يعني الكرة مثلا هتبقى كده، المركز كان عندي نقطة الأصل اللي هو احداثيه 0 و0 و0، وبتقطع محور السينات في جزء طوله 5 وحدات، معنى كده إن النقطة هتساوي 5 وحدات، يعني في نقطة تانية اللي هي 5 و0 و0. تمام، عشان نجيب الطول ده أهو مقطوع، أو ممكن نستخدم قانون البعد اللي هو الجذر التربيعي، مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصلاة زائد مربع فرق العلات، عشان نجيب نص القطر اللي عندنا. هيطلع نفس الفكرة اللي هو 5، يبقى أنت استفدت إن النق بتساوي 5 وحدة طول، ده نص القطر. تقدر بقى تكتب المعادلة بتاعتك اللي هي س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع بتساوي نق تربيع اللي هي 25، يعني س تربيع لأن بيمر بنقطة الأصل، فلما يجي المعادلة بالصورة القياسية تقول س ناقص صفر تربيع زائد ص ناقص صفر تربيع زائد عين ناقص صفر تربيع اللي هو المركز بتاعك يساوي نق تربيع اللي هي 25. نختار الإجابة بتاعتنا رقم أ، هي س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع ناقص 25 بتساوي 0. تمام كده؟ طيب رقم 5، معادلة الكرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة 3 وسالب 1 و2. هنا برضو هنحتاج إن احنا نجيب نص القطر. رقم 5 عندي المركز بتاعنا نص مركزها نقطة الأصل، يعني المركز 0 و0 و0، وتمر بالنقطة، يعني في نقطة بتقع عليها إحداثيها 3 وسالب 1 و2، دي النقطة اللي بتقع عليها يا ولاد، اللي فوق كانت بتقع عليها 5 و0 و0، فقلنا ايه؟ نص القطر يطلع ب5، ممكن نقول البعد او اللي هي بتقطع محور السينات يبقى نص القطر ب5. لكن هنا اقدر اشتغل بقى بالقانون، قانون البعد، عشان اجيب نق اقول له الجذر التربيعي مربع فرق السينات زائد مربع فرق العينات زائد مربع فرق العينات، 3 ناقص 0 ب3 تربيعها ب9، سالب 1 ناقص 0 بسالب 1 تربيعها ب1، 2 ناقص 0 ب2 تربيعها ب4، يبقى الجذر التربيعي 10 زائد 4 بتساوي 14، يبقى نص القطر عندك طلع بجذر 14. جبت نص القطر 14، تكتب المعادله بقى س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع بتساوي نق تربيع اهو، يبقى انت هتربع عليه تبقى 14، تعدي بعكس الاشاره تبقى س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع ناقص 14 بصفر، او تشوف الاختيار بتاعك لو موجود بتساوي 14. يبقى فين المساله بتاعتنا اللي هي رقم ايه؟ د موجوده معاك، اللي هي س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع بتساوي 14، يبقى رقم ايه؟ د. الإجابة بتاعتنا رقم د، السؤال رقم ايه؟ 5. السؤال اللي بعديه رقم 6، زي بيها يا ولاد برضو، رقم 6 يا شباب، بيقول لي معادلة الكرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة أ واحد وتلاتة واتنين هي، ماشي دي زي اللي فوق بالظبط يا شباب، نفس الفكرة، أنت هتجيب نص القطر عبارة عن الجذر التربيعي للمسافة، يعني إن الكرة المركز بتاعها موجود وهي بتمر بنقطة، فأنت تقدر تجيب نص القطر من قانون البعد اللي هي المسافة يعني. جذر تربيع مربع فرق السينات زائد مربع فرق العينات زائد مربع فرق العينات، س س واحد س ناقص س واحد تربيع زائد ص ناقص ص واحد تربيع زائد عين ناقص عين واحد تربيع، احنا عارفين يعني يا ولاد اللي هي مسافه يعني، يبقى الواحد تربيعها بواحد، وهنا 3 ناقص 0 ب 3 تربيعها ب 9، وتقول 2 ناقص 0 ناقص 2 2 ناقص 0 ب 2 تربيعها ب 4، يعني نص القطر بيساوي الجذر التربيعي لايه؟ ل 14، يعني دي المساله دي زي اللي فوق بالظبط، فاهمين؟ يبقى احنا هنا طلعت ب 14 برضو معانا، يبقى اللي هي المركز بتاعنا اللي هو نقطة الأصل
يبقى قانون أو س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع تساوي ن تربيع اللي هي 14، برضه هتبقى رقم دال. فاهمني؟ يبقى المسألة دي زي اللي فوق بالظبط، بس ايه هنا في الأرقام متلخبطة فطلع نفس الناتج برضه يا ولاد لما جينا ايه نجيب نص القطر، فيطلع الإجابة بتاعتنا رقم ايه؟ دال برضه للسؤال رقم 6. طيب نشوف السؤال اللي بعده. إذا كانت نقطة الأصل تقع على الكرة التي مركزها، يعني في عندك كرة تمام، نقطة الأصل هنا مثلا ماشي، ادي الشبكة البيانية بتاعتنا المستوى الاحداثي المتعامد، وقال لي إن الكرة مركزها رقم 7. إذا كانت نقطة الأصل تقع على الكرة اللي هي صفر وصفر وصفر، دي بتقع على الكرة هنا، وعندي المركز موجود، المركز كان موجود إحداثي كان سالب 1 و2 و2 فوجد معادلة الكرة. طيب أنت عندك المركز موجود، تقدر تجيب نص قطر اللي هو المسافة ناق تساوي الجذر التربيعي سالب 1 ناقص 0 بسالب 1 تربيعها بواحد، 2 ناقص 0 ب2 تربيعها ب4، 2 ناقص 0 ب2 تربيعها ب4، يعني نص القطر هيساوي 4 و4 8 و1 9، يعني نص قطر ب3. يبقى المعادلة س ناقص، لكن المركز المرة دي سالب 1 و2 و2، يبقى س ناقص ده اهو الصورة القياسية بقى، ولا س ناقص المركز بتاعك الإحداثي بتاع السيني تبقى زائد 1 تربيع، وصاد ناقص 2 تربيع، وعين ناقص 2 تربيع، كل ده بيساوي ناق تربيع اللي هو 9. يبقى المعادلة س زائد 1 تربيع زائد صاد ناقص 1 تربيع زائد عين ناقص 2 تربيع بتساوي ايه؟ 9. دي المعادلة بتاعتنا. محدش يتلخبط بقى ويعوض هنا بمركز، لا المركز بيقع في الحالة ديت، نقطة الأصل يعني بتقع على ايه؟ على الكرة، نقطة الأصل بتقع على الكرة، لكن المركز هو اللي جاي. لكن في المسألة اللي فاتت العكس، المركز كان صفر وصفر وصفر، والنقطة اللي تقع على الكرة جاب لي إحداثيات، عشان تقرأ السؤال كويس وما تستعجلوش. فتبقى رقم 7 الإجابة بتاعتنا موجودة. ركز كده، أنت عندك هنا رقم ج لو ركزنا فيها مش مظبوطة ماشي. طيب السؤال الأولاني رقم ألف، تعالى كده يا ولاد نتأكد من الحل، لأن الإجابة اللي إحنا طلعناها دي مش في الاختيارات اللي هو كاتبها، هو كاتب هنا زائد 9، المفروض الـ9 تعدى بالأكسر الإشارة تبقى سالب 9، فمش هينفع ناخد رقم ج. نعمل إيه بقى؟ نحاول نجيب من الصورة العامة المركز اللي عندنا ونجيب نص القطر، ولو طلعوا مظبوطين يبقى إحنا نختارها. تعالوا نجرب بقى واحدة واحدة كده، نجرب مثلا المسألة اللي هي إيه؟ ألف، نبدأ بالترتيب كده ألف، عشان تجيب من ألف المركز بتاعك لازم تقول سالب نص معامل س، تعال نحسبها كده، نشوف رقم ألف الحل بتاعها صح ولا غلط، يعني نختار ألف ولا لأ، للسؤال رقم 7 ماشي؟ المركز سالب نص معامل س تبقى بسالب 1، وسالب نص معامل ص تبقى بسالب 2، وسالب نص معامل ع تبقى بإيه؟ بسالب 2، ما طلعتش زي المركز اللي معانا، يبقى خطأ، يبقى أول واحدة خطأ، ألف خطأ. طب رقم ب، تعال نشوفها صح ولا خطأ. المركز هنا سالب نص معامل س يبقى سالب 1، سالب نص معامل ص تبقى 2، وسالب نص المعامل بتاع العين تبقى ب2، المركز طلع صح. طب تعالوا نشوف نص القطر صح ولا غلط. نص القطر بيقول سالب نص معامل يعني بربع الاحداث الاولاني بالسين هنا في المركز بقى بربعها تبقى ب1، اللي هي سالب نص معامل س وسالب نص معامل ص وسالب نص معامل عين، ناقص الحد المطلق اللي هو الثابت الدال لما تيجي هنا بعكس الاشاره تبقى سالب 3، هتبقى ناقص بقى ناقص 3 يعني زائد 3. فاهمين؟ شايفين الرسمة؟ نعم. أنا سهم مؤشر يعني موصل بالسهم يا ولاد بإيدي، شايفين السهم أهو، فأنا بحب أشوف المسألة، بختبر المسألة رقم 2، فعشان أجيبها في الصورة العامة بودي الدال بعكس الإشارة تبقى سالب 3، وأرجع هنا أخدها بعكس الإشارة في القانون تمام، لأن هنا بتاخد سالب الدال عكسها، لو بالسالب بتبقى بالموجب الموجب تبقى سالب، لأن هي هتعدي الناحية التانية بإيه؟ بالسالب 3، فتيجي هنا تتغير. طب احسب بقى 1 و4 5 5 و4 9 9 و3 12، ما طلعش نص القطر ب3 يبقى به خطأ. تعالوا نختبر السؤال رقم ج، الاختيار ج، الاختيار ج احنا قلنا اصلا غلط، لان يا استاذ نص القطر اللي عندنا هيطلع بكام؟ ب3 تمام، لما يتربع يبقى ب9، المفروض يرجع بعكس الاشاره هناك، فاهمين؟ يعني المعادله تبقى كده، تبقى سالب 9 ما تبقاش 9 زي ما هو كاتبها هنا. طب ما قدمناش الا ده بقى، المفروض ده تبقى صح. تعالوا كده نجيبها، نتاكد برضو من الحل. المركز سالب نص معامل س تبقى بسالب 1، وسالب نص معامل ص تبقى 2، وسالب نص معامل العين هيبقى ب2، يبقى المركز صح. تعالى بقى نجيب نص القطر، الجذر التربيعي سالب نص معامل س تربيع سالب نص معامل ص تربيع سالب نص معامل ع تربيع، هيطلع فعلا نص القطر هيطلع بايه؟ ب3. طلعت مظبوط، لان مفيش دال يعني مفيش ثابت في التمرين، شايفين رقم دال،
مفيش ثابت موجود، لو كان في ثابت كنت اقول ناقص الثابت اللي هي ناقص د، فنص القطر طلع ب 3، يبقى الاجابه بتاعتنا الصحيحه هتبقى رقم ايه؟ رقم د. رقم د، يبقى احنا كنا بنختبر رقم د لان ج خطا، يبقى ج خطا وب خطا والف خطا، الصواب الاجابه الصحيحه رقم د. يبقى السؤال بتاعنا رقم 7 اجابته هتبقى رقم د. خلاص كده ابطال. طيب نشوف السؤال اللي بعده رقم 8، بيقول لي معادلة الكرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر برؤوس مكعب طول حرفه 12 وحدة طول هي. طيب نحلها كده يا شباب. رقم 8، هو أنت عندك المركز نقطة الأصل، يبقى المعادلة بتاعتك س تربيع زائد ص تربيع زائد العين تربيع بتساوي ن تربيع. طبعا كده يا أولاد. طيب هو بيقول لك ايه؟ الكرة بتمر برؤوس مكعب، طالما تقول تمر برؤوس مكعب يا شباب يبقى المركز بتاعها هيبقى في منتصف القطر. ماشي، في قطر اهو نوصله عندنا بين راسين مثلا متقابلين زي ده كده مثلا كده اهو، يبقى ده المركز بتاع الكرة اللي هتمر برؤوس المكعب. طب احنا خدنا قبل كده ان طول القطر في الفيديو اللي فات قلناها طول القطر يساوي لام جذر 3. ماشي، طول القطر بتاع المكعب لام جذر 3، هو قال لي المكعب حرفه ب 12، يبقى طول القطر بيساوي 12 جذر 3، يعني نص القطر بتاع الكرة هيبقى 6 جذر 3. خلاص خلصت، تبقى س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع بتساوي ن تربيع، ده هي تبقى 36 في 3 ب 108. يبقى الإجابة بتاعتنا للسؤال رقم 8 رقم ب. نختار ب، نختار الإجابة ب. طيب السؤال اللي بعده رقم 9، بيقول لي الصورة القياسية لمعادلة الكرة التي مركزها 2 و3 وسالب 4 وتمس المستوى ص ع هي. ناخد بالنا ان هي بتمس المستوى ص ع، طالما تمس المستوى ص ع يعني نص القطر هيبقى معيار س، طالما بتمس المستوى ص ع يبقى نص القطر معيار س. طب جت ازاي؟ خد بالك ادي المستويات اهي بتاعتنا، هنا السيني والصادي والعيني، هي قال لي بتمس المستوى ص ع، فين ص ع اهو؟ يعني في كرة هنا بتمس المستوى اللي فوق ده. طب لما تمس المستوى ده خد بالك نص القطر اللي عندك هيكون عمود على المستوى. طب نص القطر اللي عمود على المستوى هيبقى ده، هيوازي مين؟ هيوازي البعد بتاع محور السينات اللي عندك. فهمنا؟ يبقى طالما الكرة كانت بتمس المستوى ص ع ده بتمسه، يبقى نص القطر عمود عليه، يعني نص القطر هيبقى معيار س، طول س ده بالموجب ما ينفعش ناخده بالسالب. فمعنى كده ان نص القطر يا شباب هيبقى 2. خلاص يا استاذ خلصناها، المركز موجود وعندنا نص القطر، يبقى القانون س ناقص عملنا في الصوره القياسيه س ناقص 2 تربيع زائد ص ناقص 3 تربيع زائد ع ناقص ناقص 4 تبقى زائد 4 تربيع بتساوي ن تربيع اللي هي 4. يبقى الاجابه بتاعتنا للسؤال رقم 9 موجوده، نركز كده، س ناقص 2 تربيع وهنا ص ناقص 3 تربيع، رقم أ موجودة اهي، رقم أ، يبقى رقم أ. نشوف السؤال اللي بعده رقم 10، معادلة الكرة التي مركزها نقطة 2 وسالب 3 و4 وتمس المستوى الإحداثي س ص، هي زيها يا شباب نفس الفكرة، بس المرة دي قال لك تمس المستوى س ص، يعني نص القطر يا أستاذ احنا حفظناه، نص القطر معيار اللي مش موجود، معيار العين. طب العين عندك بكام هنا في النقطة؟ هي ب 4، يبقى نص القطر هيساوي 4. يبقى احنا في المسألة رقم 10 يا شباب نص القطر يبقى معيار العين ب 4. تاني عشان اللي مش فاهم، طالما نص مستوى س ص لو رسمناها كده مستوى الثلاثي الأبعاد بتاعنا، أدي المستوى اللي هو س ص، أدي س ص اللي هو ده. ركزوا كده يا ولاد كده، لو عنده كرة بتمس ده بقى أهو، كرة بتمس، يبقى نص القطر يبقى عمودي على المستوى، العمودي مين؟ مين العمود على س ص؟ اللي هو العين، يبقى نص القطر معيار العين اللي هو ب 4. فبالتالي المعادلة الصورة القياسية س ناقص 2 تربيع وهنا ص ناقص ناقص 3 تبقى زائد 3 تربيع زائد ع ناقص 4 كل تربيع بتساوي ن تربيع، انت جبتها 16. تمام، يبقى الاختيار بتاعنا ده موجود فين؟ نشوف كده في الاختيارات وندقق عشان ما نتلخبطش المسألة بتاعتنا. طب شوف كده اختيار ج، اختيار ج هو اللي صح، يبقى رقم ج. يبقى الإجابة السؤال رقم 10 هنختار ج. تمام، نشوف السؤال اللي بعده رقم 11، شوف 11، معادلة الكرة التي مركزها سالب 3 وسالب 3 و5 وتمس مستويات الإحداثيات س ع
وصدعي. خد بالك انت هترسم وتحدد المستوى بتاعك، انت عندك الشبكه بتاعتك اهي، هترسم على مستوى ايه ثلاثي الابعاد، وتعمل هنا زي ما انت حافظ هنا السين وهنا الصاد وهنا العين. طب مستوى الاحداثيات مين؟ بيقول لي سين عين، مستوى الاحداثي سين عين وايه وصاد عين. طيب فين سين عين وصاد عين؟ على المستوى اهوت، بتمس المستوى الاحداثي سين عين والمستوى التاني اسمه صاد عين، وكمان بتمس المستوى ده صاد عين، يعني بتمس ده وده. طيب يعني في الحالتين لو انت خدت اي واحده منهم صح، لما بيقول لك مستوى ومستوى، فانت خد مستوى واحد بس زي ده مثلا، هتمس المستوى صاد عين. لما تمس المستوى صاد عين يبقى نق بيساوي معيار س، يبقى انت ممكن تقول له نص القطر بيساوي معيار س، لانها كانت بتمس من زي ما هو قال لك صاد عين. ممكن واحد يقول لك لا انا هعتبر ان هي بتمس المستوى التاني، هاخد المستوى التاني ده، لما تمس المستوى اللي هو س عين يبقى نق هيساوي معيار ص، يبقى دي صح ودي صح. انت لما يقول لك بتمس مستوى مستوى ما تتلخبطش، هي هي نفس الفكره لما يقول لي مستوى لوحده او مستويين مع بعض عادي. فانت لما يقول لك تمس ص عين خد نق معيار س، لان نص القطر هيكون عمودي على ايه؟ على المستوى بتاعك. نص القطر شايفينه؟ نص القطر بتاع الكره هيكون عمودي على المستوى اللي بتمسه، ده نص القطر عمودي عليه اللي هو هيوازي مين؟ السينات. ولما توازي، لما الكره تمس ده يبقى نص القطر عمودي هنا، يعني هيوازي الصادات. ماشي. فلما اقول لك تمس مستويين ما تتلخبطش، هتاخد يا اما مع مستوى الاولاني تحلها حسب كلمه واحده منهم، يا اما بتمس المستوى س عين ده او بتمس المستوى ايه عين ص. ففي الحالتين صح، لان انت لو ركزت في المساله رقم 11 اهو، المركز كان سالب 3 وسالب 3 و5، فلما تجيب نص القطر هنا يطلع 3 وهنا 3، هي 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 يعني، فنص القطر ب3، فانت كده خلصتها 3 وحده طول. فبالتالي المعادله بقى بالصوره القياسيه س هتبقى زائد 3 تربيع، وبعد كده ص ناقص 3 تبقى زائد 3 تربيع، وبعدين ع ناقص 5 كل تربيع بتساوي نق تربيع اللي هي 9. محدش يتلخبط، هو بس مزود ايه حاجه تانية عشان يلخبطك. لا انت تبقى فاهم، يقول لي مستويات الاحداثيات كذا وكذا، خد واحد منهم اعتبر ان هي بتمس عين بس وده الغي، وهات نق او تاخد التاني وتلغي ده. ماشي. لان انت محتاج نص القطر بس، انت مش محتاج اكتر من كده. فنص القطر ده بيكون عمودي على المستوى اللي بتمسه، لو الكره بتمس س عين يبقى نص القطر عمودي على المستوى س عين اللي هو ايه معيار ص، ولو بتمس ص عين يبقى نص القطر عمودي على المستوى ص عين اللي هو معيار س. فالاجابه بتاعتنا الصح موجوده، هتبقى رقم ب، السؤال رقم 11. تمام. نشوف السؤال رقم 12، معادله الكره التي مركزها النقطه واحد وسالب 3 وسالب 1 وتمر بالنقطه سالب 2 وسالب 1 وسالب 1. هي احنا عندنا المركز موجود يا اولاد ومر بالنقطه، يبقى احنا هنا نقدر نجيب المعادله عادي خالص، يعني نقدر نجيب نص القطر يعني يا شباب، يعني اللي هو عن طريق قانون البعد، اللي هو الجذر التربيع مربع فرق السينات زائد مربع فرق العينات زائد مربع فرق ايه الصادات. تعالوا كده نحسب نص القطر رقم 12 الجذر التربيع، واشتغلوا معايا، اكتبوا ورقه وقلم يا شباب عشان تفهموا. هنا المساله رقم 12 اهي، شايفين هنا هقول له 1 ناقص ناقص 2 تبقى زائد 2، 1 زائد 2 3 تربيع ب9، وبعدين سالب 3 ناقص ناقص 1 يعني سالب 3 زائد سالب 3 زائد 1 تبقى سالب 2 تربيع ب4، وسالب 1 ناقص ناقص 1 تبقى بصفر، تبقى نق بتساوي جذر التربيع ل13. تمام. دي نص القطر. هل بقى في الاختيارات موجوده؟ تعالى كده نشوف رقم د، س ناقص 1 ص زائد 3 ع ناقص ناقص 1 مظبوط، رقم ايه؟ رقم 3 د، رقم د موجوده معانا. عندك المركز كان كام؟ تعالوا اكتبها يا ولاد، يبقى س ناقص 1 تربيع وص ناقص ناقص 3 تبقى زائد 3 كل تربيع زائد عين ناقص ناقص 1 تربيع بتساوي نق تربيع، بس هو ما ربعش يا استاذ، ده جابها نق بس، المفروض تبقى نق تربيع 13. اه يبقى ده الخطا لانه يعني ما ربعهاش. طب يا استاذ رقم أ، شوف أ كده، دي ناقص، لا دي غلط برضو لان س زائد 2 هي س ناقص 1. طب رقم ب، تقدر بقى تطلع المركز منها وتطلع نص القطر من القانون، لان دي موجوده في الصوره العامه، ممكن طالب تاني يفك دي، بدل ما نفكها هنطلع من الصوره العامه، يعني هنختبر المساله رقم أ قالها غلط، هنختبر الاختيار ب ونشوف كده من نص القطر ونشوف هيطلع صح ولا لا. نص القطر بيقول سالب نص معامل س تبقى سالب نص سالب 2 تبقى بواحد، وسالب نص معامل الص تبقى سالب 3، وسالب نص معامل ع تبقى بسالب 1، يبقى نص القطر عندك طلع 1 وسالب 3 وسالب 1. تعالى بقى ده المركز، احنا بنجيب مركز، تعالى بقى نجيب نص القطر اللي هو الجذر التربيعي، 1 تربيعها ب1، 3 تربيعها ب9، وهنا سالب 1 تربيعها ب4.
وبعد كده بتشيل منها الحد الثابت اللي عندك، الثابت عندك اللي هو سالب 13 يبقى زائد 13. اجمع كده 1 و9 10 11، 11 و3 و13 هيبقى 24. يبقى الاختيار رقم ب خطأ، اختيار ب مش هينفع. طب تعالوا نشوف الاختيار رقم ج، هنختبر الرقم ج في السؤال رقم 12 يا شباب، هنشوف الاختيار ج صح ولا غلط. احنا اختبرنا ا ما نفعتش وب ما نفعتش وعندنا د ما نفعتش، لسه ج المفروض ج تبقى صح. تعالوا كده نتأكد، عندنا مركز سالب نص معامل س تبقى بواحد، وعندنا سالب نص معامل الص تبقى بسالب 3، وسالب نص معامل ع تبقى بسالب 1. ده المركز. تعالى بقى نجيب نص القطر، اقول له الجذر التربيعي ربع سالب 1 تبقى بواحد، وربع سالب 3 9، وربع ر تبقى بايه؟ بواحد. يعني الناتج هيطلع 9 1 10، 10 1 كام؟ 11. نركز كده تاني، سالب نص معامل الس وسالب نص معامل الص وسالب نص ايه؟ معامل عين. وبعد كده الحد المطلق، في حد مطلق موجود عندنا يا شباب في المساله رقم ج اللي هو سالب 2، تعدي تبقى موجب ايه؟ موجب 2. شايفينها؟ يبقى رقم ج كان فيه 2 بره اهي، هتيجي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، تخش هنا سالب 2، لما تيجي تكتبها هنا بقى تاخدها بعكس الاشاره، فيطلع فعلا مظبوطه 10 11 11 و2 ايه 13. طلعت فعلا نص القطر بيساوي جذر 13 زي ما احنا قايلين. يبقى الجواب الصح لرقم 12 هتختار رقم ايه؟ رقم ج. رقم 12 هنختار رقم ج، تمام؟ تعالوا نشوف التمرين اللي بعده، وصلنا لرقم 13، بيقول لي معادلة الكرة التي قطرها ا ب حيث نقطة ا موجودة وب موجودة هي، عايزين نجيب معادلة الكرة التي قطر. طب أنت عندك القطر موجود تقدر تطلع منه نص القطر اللي هو قانون منتصف. يبقى المسألة رقم 13 هنجيب المركز، عندك ا وعندك ب من قانون المنتصف يا شباب، بنجمع السينات ونقسم على 2 والصادات على 2 والعينات على 2. ماشي؟ يعني تقول له المركز اشتغل معايا كده 7 و3 10، 10 على 2 فيها 5، وترجع تاخد 1 مع سالب 1 بصفر على 2 فيها الصفر، سالب 4 وكمان 2 بسالب 2 على 2 فيها السالب 1. ادي المركز، جبت انت المركز اهو. بعد كده انت عايز تجيب المعادله، المعادله بتاعتك بتجيبها ازاي؟ تقول س ناقص المركز بتاعك 5 تربيع، ص ناقص 0 تربيع، و ع ناقص ناقص 1 تربيع، كل ده بيساوي نق تربيع. طب نص القطر بنجيبه ازاي يا ولاد؟ بنجيبه من قانون البعد، ده قطر، ده قطر. يعني ممكن تجيب المسافة بين المركز وألف، ده نص القطر، أو ممكن تجيب ألف ب كلها وتقسمها على 2. فاهمين؟ زي ما أنت عايز. تعال نجيب مثلا ألف ب كلها ونقسمها على 2 من المسألة. طيب ألف ب بنجيبها ازاي؟ من قانون البعد اللي هو الجذر التربيعي، مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات زائد مربع فرق العينات. يبقى هنا السبعة هنطرح منها 3 تبقى 4، تربعها ب16. 1 ناقص ناقص 1 يعني 1 زائد 1 ب2 تربعها ب4. وسالب 4 ناقص 2 بسالب 6 تربعها ب36. فيبقى ا ب اللي هي القطر، خد بالك احنا بنجيب الوقت القطر عشان هنجيب نصه بعد كده، يا اما كنت تجيب المسافه من م ل ألف. ماشي؟ يبقى هنا 16 24 زائد ال 36 6 و0، وهنا 6 6 و0 هي 6، 2 و3 5 جت 56. 56 دي 7 في 8. ماشي؟ ال 8 تقول مثلا اول حولها خليها زي ما هي 56 وهات نص قطرها. ماشي؟ نص ادي 56 اهيت. يبقى ده القطر كله، يبقى نق بيساوي نص في الجذر ال 56، ده نص القطر. لسه هنربعها بقى يا ولاد، يعني احنا لسه هنربع الكلام ده، فايه هنسيبها زي ما هي بالجذر كده بدل ما نطلع ونلخبطها. ماشي؟ ممكن طالب يبسطها بالآلة عادي مفيش مشكلة. احنا هنجيب بقى المعادلة بتاعتنا، ها تعالى نجيب نق تربيع ونحطها هنا عشان نكون المعادلة. تبقى س ناقص 5 كل تربيع زائد ص تربيع زائد ع زائد 1 تربيع بتساوي نق تربيع، نربع ده هتبقى ربع في 56، ربع 56 5 على 4 في 1، 16 على 4 في 1 14 يعني. فيبقى المعادله بتاعتنا بتساوي 14. ماشي؟ دي ايه؟ الصوره القياسيه، الصوره القياسيه. طب الاختيار ده موجود ولا لا يا شباب؟ رقم 13 بص كده معايا في الاختيارات، س ناقص 5 موجوده، رقم د، رقم د اهي موجود يا ولاد، زائد ص تربيع في بس تجيبها في الاخر عادي يعني، وهنا ع زائد 1 تربيع بيساوي 14. يبقى الجواب بتاعنا رقم د للسؤال رقم 13. 13 اجابته ده. فهمنا كده؟ ننتقل للسؤال اللي بعده رقم 14. كرة مركزها 2 و3 و4 وتمس محور السينات. بتمس محور السينات يا ولاد، الكرة بتلمس بس، خد بالك من الكلمة، تمس محور السينات. فإن المعادلة اهي 14. هنحلها مع بعض يا ولاد، خد بالك تمس محور السينات، يبقى انت بتاخد بالك ان نص القطر بيساوي الجذر التربيعي ص تربيع زائد ع تربيع، طالما قال لي تمس محور السينات. طب مش فاهمين يا ولاد، يعني نعملها ازاي يا شباب؟
يا استاذ مش فاهمين هنا نق عشان نجيبها، لما يقول لي تمس محور السينات، ادي السينات اهو كلها، لما تمسه الكره بتلمسه كده، ادي الكره هي بتمسه. طيب يبقى نص القطر ده عشان تجيبه، ادي نص القطر موجود اهو، ادي المسافه اللي عندك اللي بتمسها في محور السينات، نقدر نجيبها من قانون فيثاغورس، عباره عن سطر تربيع زائد عين تربيع، الكره بتلمس المستوى ده كله، يبقى خد نص القطر الوسط هنعمله من فيثاغورس الجذر التربيعي لسطر تربيع زائد ايه عين تربيع، عشان اقدر اجيب نص القطر بتاع الكره الموجود. عند الإحداث موجود رقم 14 نص القطر عشان نجيبه، جذر التربيع سطر تربيع زائد عين تربيع، لانه قال لي تمس محور السينات، يبقى نص القطر الجذر التربيع سطر تربيع زائد عين تربيع. ماشي شباب؟ طيب انت عندك النقطه 2 و3 و4 ده المركز، يبقى ينق عبارة عن الجذر التربيعي 3 تربيع 9 وهنا 16، يعني نق يساوي 5 وحدة طول. تعال نشوف الاختيارات بتاعتنا، نكتب المعادلة كده في الصورة القياسية، س ناقص 2 كل تربيع زائد ص ناقص 3 كل تربيع زائد ع ناقص 4 كل تربيع بتساوي نق التربيع اللي هي 25. شوف كده الاختيارات، مفيش حاجة موجودة، يعني الألف مش هتنفع والباء مش هتنفع. طب الجيم، تعالى كده نشوف الجيم، طبعا ده مش هتنفع برضه، تعالى نشوف نقطة الجيم كده. هنجيب المركز بتاع نقطة الجيم، سالب نص معامل س تبقى هنا ب2، سالب نص معامل الص تبقى ب3، سالب نص معامل العين تبقى ب4. خلاص المركز طلع معانا 2 و3 و4، تمام طلع صح. تعالى نشوف نق بقى موجودة ولا لأ، نق بيساوي هنعمل الجذر التربيعي 2 تربيعها ب4 و3 ب9 والأربعة ب16 ناقص الدال، الدال عندنا هنا ب4 تبقى سالب 4. في رقم ج بنتأكد من إجابة رقم ج صح ولا غلط للسؤال رقم 14. ماشي، فنق عندنا تساوي 9 زائد 16 ب25 يعني ب5، تمام كده. يبقى ما يقول لي الكرة كانت بتمس محور السينات، يبقى نق بيساوي الجذر التربيعي اللي هو البعد، يعني هيشتغل بقانون البعد يا شباب، الجذر التربيعي س تربيع زائد عين تربيع، تمام. يبقى أنا عندي نص القطر موجود أهو، س تربيع زائد عين تربيع معمل عليه الجذر. طب لو قال لي بتمس محور الصالات، اخد الجذر التربيعي س تربيع زائد عين تربيع. طب لو بتمس محور العينات اللي هنا، يبقى الجذر التربيعي للغايبين اللي هم الس تربيع والص تربيع. فهمنا التمرين؟ طيب وصلنا للسؤال، يبقى خلاص اجابتنا رقم ج للسؤال رقم 14. ناخد السؤال رقم 15، اذا كانت النقط عند ثلاث نقط يا اولاد هي 4 رؤوس لمكعب، فان معادله الكره التي تمس اوجه المكعب من الداخل، عايزين المعادله بتاعت الكره اللي بتمس الاوجه من الداخل. بتعمل بقى المستوى بتاعتك جوه، عشان قال لك الاحداثيات ايه 0 و4، في 0 و0 في كل موجب، يعني مفيش حاجه في السالب كده. فانت عايز تجيب القطر ده، عشان توصل للنقطه دي بتبدا من نقطه ايه واو، بتشوف بتتحرك كام سينات، قال السينات اهي، مشينا سينات 4، وبعدين مشينا ايه، مشينا صادات كده 4، وبعدين طلعنا لفوق هنا طلعنا 4، يبقى النقطة دي مثلا 4 و4 و4، ادي النقطة بتاعتنا دي، تمام. عايز تجيبها بين وبين القطر ده اهو. طب حبيت توصل مثلا للنقطة اللي عندك اللي هنا دي، بتقع في انهي مستوى؟ النقطة اللي هنا يا استاذ بتقع بين المستوى مين ومين؟ ادي المستوى س، هي كده اتظبطت بقى يا ولاد، يعني احنا ظبطناها هنا س وصاد، هنا مستوى س، ده محور السينات وده محور الصادات وده محور العينات، دي النقطة بتقع هنا في المحور صاد عين، طالما تقع في مستوى صاد عين يبقى السين بصفر، ماشي، يبقى السين بصفر والصاد ب4 والعين ب4. طب النقطة اللي هنا طبعا هتتغير بقى، مش صفر وصفر، لأن احنا كنا عاملينها في الرسم هنا كانت صفر وصفر، فقلنا دي صفر وصفر وصفر، فاهمين، لكن هنا قلبناها تاني اهو. فالنقطة دي تقع على محور السينات، طالما تقع على محور السينات يكون إحداثيها 4 و0 و0، كده المسألة اتظبطت بقى. يعني يبقى أنت بتجيب القطر ده كله وتجيب المركز، لأن مركز الكرة اللي بتمس أوجهه من الداخل كلها المركز بتاعها هيبقى نقطة التقاطع مع القطر ده اهو، اللي هي ايه 4 و0 و0. يبقى دي رسمة المكعب وده النقط الموجودة عليه، وده المركز اهو، بنجيب نقطة ايه المنتصف، 0 زائد 4 على 2 و4 زائد 0 على 2 و4 زائد 0 على 2، ده المركز بتاعك، تمام. وقلنا هي بتمس اوجه من الداخل، يبقى نص القطر او القطر كله هيبقى قد الضلع، يعني نص القطر يساوي نص طول القطعة يساوي 2 وحدة طول، تمام. يبقى المعادلة بتاعتنا اللي هنختارها تعالى نكتبها بقى، س ناقص 2 تربيع ص ناقص 2 تربيع وهنا ع ناقص 2 تربيع هتساوي نق تربيع اللي هي ب4. الإجابة بتاعتنا موجودة، شوف كده
شوف الاختيار كده اللي هو رقم ب، الاختيار ب، يبقى الإجابة بتاعتنا رقم ب للسؤال اللي هو رقم 15. طب السؤال 16، مركز الكرة الذي معادلته نقط، المركز بنجيبه ازاي؟ رقم 16، المركز سالب نص معامل س، وسالب نص معامل ص، وسالب نص معامل ع. طيب سالب نص معامل الس تبقى بإيه؟ بسالب 1، سالب نص معامل الص تبقى ب2، سالب نص معامل ع تبقى سالب 3، يبقى سالب 1 و2 وسالب 3. الإجابة بتاعتنا رقم 3. نشوف السؤال اللي بعده رقم 17، مركز الكرة الذي معادلتها، المعادلة بتاعتها س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع ناقص 6 س زائد 4 ص زائد ع ناقص 17 بصفر. طبعا نفس الفكرة، رقم 17 المركز هنجيب سالب نص معامل س تبقى 3، سالب نص معامل ص تبقى سالب 2، سالب نص معامل ع تبقى سالب نص. تمام، يبقى هنا 3 وسالب 2 وسالب 1 يبقى رقم ب، يبقى نختار الجواب بتاعنا رقم ب. طيب السؤال رقم 18، مركز الكرة التي يكون فيها النقط ألف وب طرفي قطر فيها، زي المسألة دي هيجيب لك القطر وعايز المركز، ماشي؟ فأنت هتجيب المركز من القانون المنتصف، يبقى رقم 18 عشان نجيب مركز الكرة التي يكون فيها النقط ألف وب طرفي قطر فيها، يبقى المركز هقول له مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2 ومجموع العينات على 2، يبقى 3 زائد 5 8 على 2 فيها 4، وسالب 3 مع سالب 1 بسالب 4 على 2 فيها سالب 2، و2 زائد 2 ب 4 على 2 فيها 2، يبقى ده المركز بتاعنا اللي هو 4 وسالب 2 2 رقم ج. طب رقم 19 بيقول لي ألف ب قطر في الكرة الذي معادلته س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع ناقص س زائد 2 ص زائد 3 ع ناقص 44 بيساوي صفر، وكانت نقطة ألف موجودة ب2 و4 وسالب 6، فإن ب بيساوي نقطة. طب أنت عندك دلوقتي، عندك فيه هنا قطر في الدائرة دي برضه من القانون المنتصف يعني يا شباب. المسألة رقم، وصلنا رقم كام؟ 19. أنت تطلع المركز، سالب نص معامل الس تبقى نص، وهنا سالب نص معامل الص تبقى بسالب 1، وسالب نص معامل العين تبقى سالب 3 على 2، ده المركز بتاعك. كانت ألف موجودة وعايزين نجيب ب. طيب انت عندك المركز بقى في المنتصف اهو بين الف وب، الالف كان احداثيها 2 و4 وسالب 6، وعندك الميم احنا طلعناها بنص وسالب 1 وسالب 3 على 2، وعايزين نجيب دي، هنفرض احداثيها س وص و1، هنشتغل بقانون المنتصف، النقطة دي بتساوي المجموع ده، يعني تبدأ أول تقول حاجة النص بتساوي 2 زائد س على 2، وتقول له السالب 1 تساوي 4 زائد ص على 2، وهنا هتقول له الرقم اللي هو سالب 3 على 2 بيساوي سالب 6 زائد ع على 2. نختصر تبقى العين بتساوي سالب 3 زائد 6 تديك 3، وهنا 2 في سالب 1 بسالب 2 بيساوي 4 زائد ص، يبقى الص بتساوي سالب 6، الاتنين تروح مع الاتنين، يبقى الس بتساوي 1 ناقص 2 بسالب 1، يبقى الس بسالب 1، يبقى النقطة بتاعتك ب هتكون احداثيها سالب 1 وسالب 6 و3، دي نقطة ب اللي عندنا، الاختيار بتاعنا سالب 1 وسالب 6 و3 رقم ب، يبقى المسألة رقم 19 الإجابة بتاعتنا رقم ب. السؤال رقم 20، إذا كانت أ ب قطر في الدائرة الذي معادلتها س ناقص 5 كل تربيع زائد ص زائد 2 كل تربيع زائد ع ناقص 1 كل تربيع بيساوي 11، وكانت الإحداثيات نقطة أ هي، فأوجد نقطة ب. طيب نفس الفكرة، رقم 20 هنجيب المركز، هو موجود على الصورة القياسية، يبقى المركز طلعه على طول يا ولاد تبقى 5، وهنا تبقى سالب 2، بناخد عكس الإشارة طبعا اللي كانت موجودة في الصورة القياسية مش الصورة العامة، بتاخد عكس الإشارة، يبقى هنا المركز هو 5 وسالب 2 1. ادي المركز بتاعك، ماشي؟ طبعا وعندك نص القطر، طب احنا مش محتاجينه، يعني احنا محتاجين بس الاحداثيات بتاعت المركز عشان نحلها زي اللي فاتت اللي هي 5 وسالب 2 1. نقطة ألف كانت احداثيها 8 وسالب 1 و2، وعايزين نجيب نقطة ب، هنفرض ان هي س وص وعين زي اللي فوقها، ناخد الأول النقطة اللي في النص دي 5 عبارة عن المنتصف بين التمانية والسين، وناخد السالب 1، ناخد السالب 2 عبارة عن المنتصف بين سالب 1 وص على 2،
وناخد هنا الواحد عبارة عن المنتصف بالاتنين وين على اتنين، يبقى اتنين في خمسة بعشرة تساوي تمانية زائد س، يبقى س بتساوي اتنين، وسالب اتنين في اتنين بسالب اربعة بتساوي سالب واحد زائد ص، يعني ص هتبقى سالب تلاتة. اتنين في واحد باتنين تساوي اتنين زائد عين، يعني العين بصفر. يبقى نقطة ب هيكون احداثيها اتنين والص بسالب تلاتة، وعند العين بصفر، يبقى اتنين وسالب تلاتة وصفر دي احداث نقطة عين. يبقى رقم عشرين احداث نقطة ب، اتنين وسالب تلاتة وصفر رقم ب. رقم كام؟ السؤال 20 يا ولاد اجابته هتبقى لنقطة ب، يعني الاحداث بتاعها اتنين وسالب تلاتة وصفر، هي رقم ج، هنختار رقم ج للسؤال رقم 20. السؤال 21 بيقول لي طول نص قطر الكرة بيساوي نقطة. طيب نص قطر احنا بنجيبه من القانون رقم 21 اهو. نص قطر اللي هو الجذر التربيعي بيقول سالب نص معامل س تربيع. تعال نجيب المركز الأول كده عشان نعوض على طول. المركز بيقول سالب نص معامل س، سالب نص معامل ص، سالب نص معامل عين، لأنها موجودة في الصورة العامة مرة الكرة. يبقى أنت عندك سالب نص معامل س تبقى بسالب واحد، سالب نص معامل ص تبقى بواحد، سالب نص معامل عين تبقى باتنين، وعندك الدال بسالب تلاتة. أنت بتاخدها هنا بعكس الإشارة، ماشي؟ تبقى يعني القانون أهو، سالب نص معامل س تربيع زائد سالب نص معامل ص تربيع، يعني سالب واحد تربيع، وهنا واحد تربيع، وهنا اتنين تربيع، ناقص إيه؟ الدال اللي عندك، ناقص دال. ماشي. طبعا كنا بنتكلم مثلا دي لام ودي كاف ودي ميم رموز، ولكن احنا بنحب نبقى شاطر دلوقتي. ماشي. تبقى واحد زائد واحد زائد اربعه ناقص الدال اللي هي سالب في سالب ايه بموجب، هيبقى نص القطر بيساوي الجذر التربيعي واحد واحد اتنين اربعه سته وتلاته تسعه، نص القطر بيساوي تلاته واحده طول. يبقى رقم 21 الاجابه بتاعتنا نص القطر، بناخد الجذر التربيعي يا شباب اهو نطلع بتلاته. ماشي. يبقى نص القطر بيساوي تلاته، فهمناها؟ يبقى جبناها سالب نص معامل س وسالب نص معامل ص وسالب نص معامل عين، ناقص ايه؟ الدال، ده المركز، وبعدين ربعنا كل واحدة فيها وناقص الدال من عندك، بتاخدها بعكس الإشارة. طيب السؤال رقم 22، يبقى احنا إجابتنا رقم أ خلاص. السؤال 21، السؤال 22 هنا طول نص قطر الكرة بيساوي نقط. نفس الفكرة، نص قطر، يبقى أنا محتاج أجيب المركز الأول، أو سالب نص معامل الس تبقى بواحد، سالب نص معامل الص تبقى بتلاتة، سالب نص معامل العين تبقى بخمسة، وعندك الدال بسالب واحد، يبقى عندك نق. الجذر التربيعي ربع بقى الواحد، وربع التلاتة تبقى تسعة، وربع الخمسة تبقى خمسة وعشرين، ناقص قيمة الدال تبقى سالب في سالب ايه؟ تسعة واحد عشرة، عشرة وهنا خمسة وعشرين تبقى خمسة وتلاتين، واحد ستة وتلاتين. يعني نص القطر بستة، ستة وحدة طول رقم 22، نص القطر يطلع بستة. طب رقم 23، المعادلة بتاعتي س تربيع، برضو عايز اجيب معادلة، بيقول لي ايه؟ معادلة س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع زائد 4 س ناقص 6 ص زائد 8 عين زائد 4 بتساوي صفر. معادلة الكرة طول القطر، عايز طول القطر، انت تجيب نص القطر يعني وتضربه في 2، يبقى رقم 23 نص القطر بيتساوي، يبقى انت محتاج تجيب المركز. المركز بتقول سالب نص معامل س سالب نص معامل ص سالب نص معامل عين، يبقى هنا يطلع بسالب اتنين، وسالب نص معامل الص تطلع بتلاته، سالب نص معامل عين تطلع بسالب اربعه، وعندك الدال بسالب الدال بموجب اربعه تساوي الجذر التربيعي، هنربع هنا تبقى اربعه زائد تسعه مربع لستاشر، ناقص الدال، الدال عندك كانت باربعه، يبقى ناقص ايه؟ أربعة. يطلع نص القطر بيساوي الجذر التربيعي بخمسة وعشرين بخمسة وحدة طول، وعايز بقى طول القطر، يبقى طول القطر بعشرة، عشرة وحدة طول. السؤال اللي بعده، وصلنا للمسألة رقم 24 خلاص كده 23، إجابتنا رقم بقى، يبقى 23 هنختار رقم بقى. نرجع المسألة اللي بعدها. السؤال اللي بعده، وصلنا رقم 24، عندي إذا كانت س تربيع زائد ص تربيع زائد عين تربيع ناقص 4 كاف س زائد 4 ص ناقص 8 ع زائد كاف بتساوي صفر، معادلة الكرة نص قطرها 5، فإن كاف بتساوي نقط. تمام، يبقى أنت هتجيب نص القطر وتساويه ب5. طب نص القطر بالقانون بتاعنا يا شباب، إحنا عشان نجيب نص القطر محتاجين نجيب المركز. يبقى رقم 24، يبقى المركز هجيبه، أقول سالب نص معامل س، ركزوا معايا كده، تبقى سالب نص في سالب 4 تبقى موجب 2، سالب نص معامل الص تبقى سالب 2،
سالب نص معامل عين تبقى بكام؟ بأربعة، تمام؟ وعندنا الدال بكاف، مش كده؟ بس في كاف احنا هنا يا ولاد ما كتبناهاش، يبقى سالب نص معامل السين تبقى اتنين كاف. خلاص، يبقى المركز اتنين كاف وسالب اتنين واربعة، وعندك دال بكاف، تمام؟ ده المركز. تعالى بقى نجيب نص القطر من القانون، نص القطرة بهدوء خالص عشان ما يتلخبطش. الجذر التربيعي اتنين كاف تربيعها باربعة كاف تربيعها، بنربع الأول، بنربع التاني، بنربع التالت، ناقص الدال. كل ده بيساوي، قال لك نص القطر كان قطب خمسة وحدة الطول، تكتب هنا خمسة. ماشي، تعالى بقى صفي معادلتك، ربع الطرفين يعني تبقى أربعة كاف تربيع، ودولت مجموعهم عشرين ناقص كاف بتساوي خمسة وعشرين، يعني أربعة كاف تربيع ناقص كاف، خمسة وعشرين تعدي تبقى سالب خمسة بتساوي صفر. ماشي، يعني لأن الخمسة وعشرين هتروح تبقى سالب خمسة وعشرين زائد عشرين بسالب خمسة. حلل، افتح قوسين، أربعة كاف وهنا كاف وهنا واحد في خمسة، الكبير ياخد اللي في النص يبقى سالب، وده ياخد الموجب، فتبقى الكاف هنا بخمسة على أربعة، وهنا الكاف بكام؟ سالب واحد. يبقى في قيمتين، يا اما خمسة على أربعة يا اما ايه؟ سالب واحد. موجودة يا ولاد، خمسة على أربعة اهي، وسالب واحد يبقى رقم ب، يبقى 24 اجابتها رقم ب. كده فهمنا؟ نشوف السؤال اللي بعده. رقم 25، طول نص قطر قرى، نص قطر كرة التي معادلتها. طيب انت عندك المعادلة موجودة على الصورة القياسية، كان اسمها س ناقص 2 تربيع زائد ص زائد 4 تربيع زائد أي ناقص 5 تربيع بتساوي نق تربيع اللي هي 64، يعني انت نص القطر هيساوي 8 وحدة طول، اللي هو الجذر التربيعي ده نص القطر، يبقى انت جبت نق 8، تمام كده؟ طب ايه تاني عندنا؟ نقدر نطلع المركز يا استاذ، المركز هي صورة قياسية بتاخد عكس الإشارة اللي هنا، يبقى 2 وهنا سالب 4 وهنا كام؟ وهنا 5، ده المركز. طب هو طالب إيه في المسألة؟ عايز طول نص القطر بقى. طب ما خلاص إحنا خلصناها، إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ عندنا المركز موجود وعندنا نص القطر موجود بـ8، كده الأمور تمام أهو، نص القطر موجود والمركز. الكلام ده بس بنعمل كده لو عايز أطلع دال أو أي حاجة ناقصة، لكن دي مسألة مباشرة، يبقى رقم 25 هيبقى الإجابة بتاعتها رقم إيه؟ رقم دي، تمام؟ طيب السؤال 26، دي صفحة 121 يا ولاد، كتاب المعاصر، بنك الأسئلة. ماشي، شوف السؤال اللي بعده رقم 26، واللي مساحة الكرة التي معادلتها س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع ناقص 25 بيساوي صفر. طب احنا عارفين ان مساحة الكرة بتساوي 4 باي نق تربيع، يعني مساحة الكرة تساوي 4 باي نق تربيع. طيب انت عندك نق تجيبه ازاي؟ من القانون رقم 26، عندك المعادلة اهيت، نص القطر هيبقى بخمسة، لأن دي صورة قياسية، اللي هي س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع، معادلة الكرة مركزها صفر وصفر وصفر، ونص قطرها هيبقى خمسة وحدة طول، يبقى نق بيساوي جذر التربيع خمسة وعشرين، يبقى خمسة وحدة طول، يبقى المساحة بتاعت الكرة أربعة باي في مربع نص القطر اللي هو خمسة وعشرين، تطلع مية باي وحدة مساحة، يبقى الإجابة بتاعتنا هتبقى رقم د. متلخبطش بقى بين مساحة الكرة ومساحة الدايرة، مساحة الدايرة بتبقى باي نق تربيع. وعارفين برضه إن حجم الكرة 4 على 3 باي نق تكعيب، طالما في السؤال رقم 27، بيقول لي حجم الكرة الذي معادلتها س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع ناقص 4 س ناقص 8 ص ناقص 10 ع ناقص 36 بتساوي صفر، بيساوي نقطة. عشان نجيب الحجم محتاجين نجيب برضه نص القطر، يبقى رقم 27 عند المعادلة بتاعتي، شايفينها كده شباب، س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع ناقص 4 س ناقص 8 ص ناقص 10 ع ناقص كام؟ ناقص 36 تساوي صفر. هنا هنقدر نجيب نص القطر من الصورة العامة. طب تعالى نطلع المركز الأول يا ولاد ونطلع دال عشان نجيب القانون بقى. ماشي، المركز اهو، سالب نص معامل س تبقى باتنين، سالب نص معامل ص تبقى باربعة، سالب نص معامل ع تبقى بخمسة، وعين دنا الدال كده بسالب 36، هتاخد دي تربعها وتاخد اللي هنا تربعها وتاخد الخمسة تربعها، ودي سالب سالب 36 تبقى زي 36، يبقى نقي بيساوي نجمع 4 زائد 16 20، 20 وهنا 25 يبقى 45 زائد 36، 5 و 6 11 و 5 و 3 8 جذر 81 اللي هو 9، يبقى نص القطر انت جبته ب 9، تمام؟ تعالى بقى نجيب ايه؟
الحجم، وعايز الحجم. الحجم 4/3 باي ناقص تيتا كي، يبقى 4/3 باي ثابتة مكعب نص القطر، هي 9 أس 3، 9 × 9 × 9. نشوف الاختيار يطلع معانا بكام. هنا التسعة على التلاتة تختصر في التلاتة، يبقى 3 × 9 × 9 = 81، 3 × 1 = 3، 3 × 8 = 24، نضرب في 4، 4 × 3 = 12، 4 × 4 = 16، 1 = 17، 2 × 4 = 8 = 19، يبقى 972 باي. يبقى الإجابة بتاعتنا رقم إيه دال، ماشي؟ محدش يتلخبط يا ولاد ويجيب بقى مساحة ويلخبط في القوانين. حجم الكرة 4/3 باي ناقص تكعيب، ده قانون قديم يعني المفروض تكونوا حافظينه وما تنسوش يعني. في طلبة كتير بتنسى القوانين، لا يعني راجعوا القوانين كويس عشان ممكن يجيب حاجة قديمة زي دي، ده تراكمي يعني، حاجة بسيطة وفكرة قديمة يعني، بعد حجم الكرة ومساحة الكرة والكلام ده. احنا شاطرين اه بنجيب النقط وتعودنا عليه السنة دي، بس دي حاجة قديمة يعني يكون واخدين بالنا منها. خلاص، فاحنا هنختار الإجابة بتاعتنا رقم د. يبقى المسألة اللي فوقها كانت رقم د ودي رقم د برضه، ماشي؟ رقم 26 رقم د، عشان انتوا بتعلموا لازم نختار الإجابة، نعلم على الإجابة يا شباب ما تنسوش. السؤال اللي بعده رقم 28، إذا كانت النقطة -2 و4 و2 تقع على الكرة س زائد 2 تربيع زائد ص ناقص 1 تربيع زائد ا ناقص 3 تربيع بيساوي 25، فإن م بيساوي نقطة. يعني إيه النقطة بتقع على الكرة؟ بتنتمي ليها يعني. يعني لو جيت مسافة بين النقطة دي والمركز دي هيديك نص القطر، فاهمين؟ طيب تعالوا نعمل كده، أدي الكرة اهيت، أدي الكرة بتاعتنا وفي نقطة عليها. النقطة كانت -2 و4 و-، ادي النقطة بتاعتي يا شباب. والمركز هنطلع المركز يا استاذ الصورة القياسية طبعا، لان رقم 28 موجود على الصورة القياسية، واضح قدامنا الكلام اهو. تبقى -2 وهنا تبقى بواحد وهنا تبقى بثلاثة، ادي المركز. هو عايز ايه؟ نص القطر. يبقى ده هو اللي هو قال لك ايه، اه يعني هو عايز ميم. طب احنا نجيبها ازاي يا استاذ؟ نص القطر نجيبه من الصورة القياسية اللي هو يبقى بخمسة، لأن باخد الجذر التربيع 25، لأن دي ناقة تربيع شايفينها؟ 25 ديت على الشمال أهي يا ولاد، أنا مش هقول عليها بالسهم، دي نص ناقة تربيع ب25، يبقى نص القطر هيبقى بخمسة. يبقى أنت تستفيد طبعا 5/1 الطول يعني، أنت تستفيد إن المسافة بين المركز ده والنقطة ده اللي هي خمسة، تقدر تعمل قانون البعد يعني. لما تعمل قانون البعد هتساوي بخمسة، فيطلع لك إيه؟ قيمة مين؟ ماشي؟ يبقى أقول له بما أن أنا عندي هنا ناقة اللي هي بخمسة ناقة أهي، نقول له الجذر التربيعي -2 ناقص -2 تبقى -2 زائد 2 بصفر يعني تربيعها بصفر، 1 ناقص 4 بسالب 3 تربيعها بتسعة، وتلاتة ناقص ميم اهي كل تربيع بتساوي نقطة النقط اللي عندي تبقى خمسة. لما نربع الطرفين هتبقى 25 والجذر يتشال، يبقى 9 زائد 3 ناقص ميم كل تربيع. تعدي الناحية التانية يبقى 16 بتساوي 3 ناقص ميم كل تربيع، ودينا 9 × 5 إشارة يعني. خد الجذر التربيعي بقى، لما تيجي تاخد الجذر التربيعي خد موجب او سالب 4 بتساوي 3 ناقص ميم. والله انت عندك 3 ناقص ميم يا اما هتبقى 4 يا اما 3 ناقص ميم هتبقى كام؟ بسالب 4. الميم هتساوي في الحاله دي ب 7، الميم تيجي هنا لا مش ب 7، الميم تيجي هنا بعكس الاشاره، يبقى ميم 4 هتقول 3 ناقص ايه؟ 4، يعني الميم بسالب 1 يعني. وهنا الميم تيجي بعكس الاشاره ودي تيجي، يبقى الميم ب 7، يبقى قيمه ميم يا اما 7 يا اما سالب 1. في حلين يعني ليه؟ اه موجودة اهي رقم ج، يبقى السؤال رقم 28 هنختار رقم ايه؟ ج. تمام؟ شوف السؤال اللي بعده رقم 29، مركز الكرة الذي تمس مستوى الإحداثيات الموجبة وطول نص قطرها 5/1 الطول بيساوي نقطة. رقم 29 بتمس مستويات الإحداثيات التلاتة الموجبة، يعني بتمس السين الموجب والصاد الموجب والعين الموجب، بتمس التلاتة دول يعني. طالما بتمس التلاتة يبقى نص القطر بخمسة وهنا بخمسة وهنا بخمسة. تمام؟ يبقى انت عندك هتاخد رقم ايه؟ رقم ب، تاخد رقم ب للسؤال 29، 5 و5 و5 لان هي بتمس التلات احداثيات، فيبقى المركز نص القطر هنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة. طب رقم 30، مركز الكرة س تربيع زائد ص تربيع زائد ن تربيع ناقص 2 بيساوي صفر يقع في نقط. المركز ده يا ولاد هنجيبه رقم 30 اللي هو صفر وصفر، اللي هي سالب نص معامل س بصفر وسالب نص معامل ص بصفر وسالب نص معامل ع بواحد. طب النقطة صفر وصفر واحد، يعني الس مش موجودة والص مش موجودة والعين موجودة، يبقى تنتمي لمحور عين، تنتمي لمحور عين يا شباب. يبقى الإجابة بتاعتنا رقم د. طب السؤال 31،
عندي إذا كانت س تربيع زائد س تربيع زائد ع تربيع ناقص 2 س زائد 4 ك ناقص 4 ع زائد ك بيساوي صفر، معادلة كرة، فإن ك يمكن أن تساوي نقط، دي معادلة كرة. طيب هنحلها إزاي يا شباب؟ دي معادلة كرة زي ما إحنا قلنا رقم 31، هنجيب مركز عالي زي ما إحنا متعودين. خد بالك الكاف يمكن أن تساوي إيه؟ يعني أنت خد بالك نص القطر لازم يكون أكبر من الصفر، لازم يكون موجب يعني، فأنت تجيب نص القطر وتقول أكبر من الصفر وتشوف كاف تبقى بكام. ماشي، يبقى رقم 31 مركز، وسالب نص معامل س تبقى بواحد، سالب نص معامل الص تبقى بسالب 2، سالب نص معامل ع تبقى ب2، تمام. وعندك الدال بتساوي كاف، يبقى انت عندك نق لازم تكون اكبر من الصفر، اللي هي الجذر التربيعي، 1 تربيعها ب1 و2 تربيعها ب4 و2 تربيعها ب4 ناقص الكاف، كل ده لازم يكون اكبر من الصفر، يعني الجذر التربيعي ل9 ناقص كاف اكبر من الصفر، ربع الطرفين يبقى 9 ناقص كاف اكبر من الصفر، يعني تبقى الكاف اقل من 9، لازم الكاف تبقى اصغر من 9. نشوف الاختيارات، مين الارقام الاكبر اصغر من 9؟ اللي هتبقى رقم جيم، دي اللي تنفع، رقم 5 اقل من 9. الإجابة 31، هناخد إيه؟ رقم ج. السؤال 32، معادلة الكرة التي مركزها م 2 و4 وسالب 6 وسالب 5 وطول نص قطرها 2 وحدة الطول هي س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع زائد ألف س زائد ب ص زائد ج ع زائد د بيساوي صفر، فإن أ زائد ب زائد ج زائد د بيساوي نقطة، عايزين نجمع أ وب وج ود. شوف مع بعض كده الرقم، نحلها مع بعض، رقم 32. هنا معادلة الكرة اللي مركزها قدامي اهو، طب المركز عبارة عن سالب نص معامل س وسالب نص معامل ص وسالب نص معامل ع، يعني الألف دي لما أقول سالب ألف على 2 هتساوي 4، تمام؟ وأما أقول سالب ب على 2 هتساوي سالب 6، وأما أقول سالب ج على ع على 2 ده سالب نص معامل ع بيساوي سالب 5، يبقى يعني أنا هقدر أطلع أ وب وج، فتبقى الألف بتساوي سالب 8 والب تبقى ب12 والجيم تبقى ب10، يبقى انت جبت ا وب وج، فاضل عندك د. د هتجيبها ازاي؟ عن طريق القانون، انت عندك نص قطر قال لك نق ب2، نق ب2 يبقى انت تقول له نق بيساوي الجذر التربيعي لسالب نص معامل س تربيع اللي عندك هو نق ب2 اهي. طب احنا عندنا ايه اللي ناقص يا شباب؟ عايزين ا زائد ب زائد ج، ا زائد ب زائد ج زائد د، عايزين نجيب د يعني يا اولاد، د عايزين نجيب قيمتها، ماشي يبقى احنا هنقعد في القانون اهو، يبقى 4 تربيع ب16 وهنا 6 تربيع ب36 وهنا 5 تربيع ب25 ناقص د، عايزين نجيب د ناقصه لان انت جبت ا وب وج، اجمع كده 16 6 و6 12 و5 17 2 و3 5 5 و2 7 ناقص د، ربع الطرفين تبقى 4 بتساوي الجذر التربيعي، ربع الطرفين الجذر هيتشال يبقى ال 4 بتساوي، ها ال 4 بتساوي 77 ناقص د، يعني الد هتساوي 77 ناقص ال 4 يعني الد هتساوي 73. جبت انت الدال ب73، تعالى بقى اجمع ا وب وج ودال، ا تبقى بسالب 8 اهي، ا زائد ب زائد ج زائد د اللي هو عايزها، يبقى سالب 8 زائد 12 زائد 10 زائد 73، 12 ناقص 8 ب4، 4 زائد 10 ب14 وهنا 73 يطلع ب87 الناتج بتاعنا، الاجابه بتاعتنا 87، فهمنا؟ يبقى احنا عملنا بالقانون بتاع نق واشتغلنا ايه في التمرين دلوقتي، يبقى الاجابه بتاعتنا موجوده رقم ج. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، رقم 33، الكرة يقع مركزها، الكرة التي يقع مركزها على محور ص والتي تمر بنقطتين 1 و3 و2 وسالب 2 و4 و2 يكون نص قطرها نقطة. طيب المسألة بتاعتنا يا أولاد اللي هي المسألة رقم 4، احنا وصلنا للسؤال كام دلوقتي؟ 32 لسه 33، حل 33 كده. بيقول لك كرة بتقع مركزها على محور الصادات، يعني لو فرضنا المركز صفر ولام مثلا وايه وصفر، ده المركز بتاعنا اللي بيقع على محور ايه الصادات، يبقى السين بصفر والعين بصفر. جد المعادلة، طالما ده المركز رقم كده كام، مركز كده في المسألة؟ احنا في رقم 34، ركزوا معايا يا شباب، 34 تمر بالنقطتين، طالما تمر بالنقطتين يعني النقطتين دول بيحققوها، يبقى انت لو كونت المعادلة تقدر تعوض مرة بالنقطة الأولى ومرة بالنقطة الثانية عشان تعمل معادلتين وتطلع منهم قيمة لام. طب الصورة القياسية هنعملها اللي هي س تربيع زائد ص ناقص لام تربيع زائد العين تربيع بتساوي نق تربيع. نق تربيع بكام يا شباب؟ نص القطر، احنا خد بالك هي هنا هتبقى نق تربيع موجودة بكام في التمرين؟ نق تربيع، طيب سيبها نق تربيع زي ما هي لان هو ما قالهاش في المسألة. ماشي، يبقى رقم 33 هو ما قالش نق بكام. بقول لك المركز بس يقع على محور ايه؟ ص وتمر بنقطتين ويكون نص قطرها كذا. طيب نستفيد بقى لو في نقطة ونقطة بتنتمي، هتقول بما ان النقطة 1 و3 و2 بتنتمي للإيه؟ للكرة.
اذا بتحرك معادلتها يبقى نعوض هنا، يبقى واحد زائد الصاد بتلاتة، يبقى تلاتة ناقص لام كل تربيع زائد العين اللي هي بأربعة تساوي ناقص تربيع، يعني واحد وأربعة خمسة زائد تلاتة ناقص لام كل تربيع هتساوي ايه؟ ناقص تربيع. دي أول معادلة. تعال عوض بقى بالنقطة التانية اللي هو قال لك عليها، اللي هي كانت سالب اتنين وأربعة واتنين، دي بتنتمي للكرة، يبقى تحل معادلتها برضه، نعوض النقطة دي في المعادلة بتاعت الكرة ده، إحنا شغالين فيها فوق، ماشي؟ حط مكان السالب اتنين هتبقى بأربعة زائد الصاد اللي هي بأربعة ناقص لام تربيع زائد العين تربيع اللي هي بأربعة بتساوي ناقص تربيع. أربعة وأربعة تمانية، يبقى تمانية زائد أربعة ناقص لام تربيع بتساوي ناقص تربيع. أدي معادلة كمان معانا، ماشي؟ يبقى أنت عندك معادلة أولى وتانية هنساوي ناقص تربيع بناقص تربيع، بقت معادلة في مجهول واحد لأن ناقص تربيع بناقص تربيع، تمام؟ يبقى هنساويهم ببعض، يعني تبقى خمسة زائد تلاتة ناقص لام كل تربيع هتساوي تمانية زائد أربعة ناقص لام كل تربيع، يبقى هنا هنفك تبقى خمسة زائد تسعة فك زائد لام تربيع ناقص ستة لام تساوي تمانية زائد ستاشر زائد لام تربيع، وهنا تمانية لام، خمسة وتسعة أربعتاشر، ماشي؟ وهنا أربعتاشر ناقص ستة لام زائد لام، نشيل لام تربيع مع لام تربيع نشيلها، بتساوي تمانية وستاشر أربعة وعشرين ناقص تمانية لام، ودي التمانية هنا تبقى اتنين لام، ودي دي هنا تبقى عشرة، يبقى اللام هتساوي كام؟ خمسة. جبنا اللام بتساوي ايه؟ خمسة، فيكون نص القطر. عوض بقى مكان اللام بخمسة هنا مثلا في أي معادلة عشان تجيب ناقص، يعني ناقص تربيع، يبقى ناقص تربيع بتساوي تمانية زائد خط الخمسة هنا يبقى أربعة ناقص خمسة سالب واحد تربيعها بواحد، يبقى ناقص تربيع بتسعة، يبقى ناقص هتساوي تلاتة، يبقى نص القطر بيساوي تلاتة، تمام؟ الاختيار بتاعنا رقم ج. رقم 34 بيقول لي النقطة أ 3 و2 1 تقع نقط بالنسبة للكرة، عايزين تقع داخل ولا خارج ولا على؟ شباب النقطة لو كانت بتقع على الدايرة يبقى المسافة بينها وبين المركز بتساوي ناقص، يبقى احنا هجيب نص القطر وتقارنه بين المسافة بين ميم وألف، ولو كان نص القطر اللي عندك هيبقى أقل من ألف يبقى ألف بره، لو كان بيساويه يبقى ألف على الدايرة، لو كان جوه يبقى ناقص مركزية صفر وسالب واحد وواحد، ده المركز، ماشي؟ وعندك نقطة ألف، هتجيب المسافة بين ميم وألف، الألف كانت احتسيها تلاتة واتنين واحد، يبقى الجذر التربيعي تلاتة ناقص صفر بتلاتة تربيعها بتسعة، اتنين ناقص ناقص واحد بتلاتة تربيعها بتسعة، واحد ناقص واحد بصفر، يعني الجذر التربيعي لإيه؟ لتمنتاشر. طيب الميم ألف جذر تمنتاشر، هو يقول لك إن نص القطر بيساوي اتنين، طب الجذر تمنتاشر أكبر من اتنين ولا أقل؟ لاحظ إن الميم ألف اللي هي جذر تمنتاشر دي اللي هي تسعة في اتنين، يعني تلاتة جذر اتنين هتكون أكبر من نق، يبقى ميم ألف طلعت أكبر من نق يا ولاد، يبقى خارج. يبقى مين؟ ألف بتقع فين؟ خارج الدائرة. أتمنى تكونوا فهمتوا كده يا شباب، المسألة بتاعتنا رقم جيم، وإن شاء الله الباقي هنكمله في فيديو تاني بإذن الله. ربنا يوفقكم دايما، أتمنى تكونوا فهمتوا، وإن شاء الله هنكمل زي ما قلنا المسائل في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.